بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل الخير متابعيني الكرام، متابعي قناة يوميات دودو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بلح حنبلو باللبن، طبعا من الأطباق الجميلة جدا اللي بنحب إن احنا نتناولها ونحرص على تناولها في شهر رمضان المعظم. أنا بجيب نوع البلح اللي أنا حباه، بنضفه كده وبشيل النوى منه، بفتحه من قلبه بتأكد ان هو نظيف مفيش فيه حاجة، بشيل النوى. لو كان ناشف شوية ممكن ان انا اكسره بالكسرة المكسرات او حتى بايد الهول او بالشاكوش او باي حاجة جامدة، وبقطعه كده لقطع على نصين او على اكتر بحيث ان هو يبقى سهل في التناول. في نفس الوقت اللي فيه عندي اللبن على البوتاجاز بيغلي على بال مسافة ما اتأكد ان مفيش حاجة كده في قلبه، ان هو نظيف تماما. مسافة ما اللبن اللي عندي يسخن هكون انا كملت كمية البلح اللي انا عاوزة اعملها. خليكم معايا وتابعوني. انا عملت هنا كمية البلح اللي انا عاوزاها، نظفتها وشلت منها النوى وقسمتها كده على قطع صغيرة. مش بملى الكوباية قوي على اساس لما هحط اللبن السخن برضو هيطرى البلح معايا وحجمه هيزيد، فبراعي دوت. يعني بعمل كده التلت والتلتين تقريبا، بسيب تلت فراغ. وحاجي هنا انا سخنت اللبن هنا عندي كويس، هبدأ بسم الله اصبه. تمام، انا كده حطيت بليت البلح بتاعي كله، هاجي بقى بغطيه وبسيبه كده بره التلاجة، ما بحطوش في التلاجة دلوقتي، بسيبه كده على اساس سخونية اللبن تبدأ ان هي تطريلي البلح ويبقى طري وحلو معاه. ممكن بعد كده لو احنا في الشتاء هناكله كده زي ما هو، هيبقى لسه دافي. لو الجو حرر وحبينا ان احنا نسقعه شوية في التلاجة بعد ما اللبن يستهدى والبلح يطرى، بحطه في التلاجة وبناكله ساقع، بيبقى طعمه جميل ومغذي جدا طبعا، وبالهنا والشفاء. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، القاكم ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.